فبالتالي قصة صعبة، وأعتقد إن هيكون في اجتماع مجلس إدارة لو فضل أو فضلت الأمور زي ما هي كده، إن المباريات من غير أو مباريات الأهلي وبيراميدز بالتحديد بكرة من غير جماهير، وضع صعب وامور صعبه، ولازم قبل كل مباراه جماهيريه يحصل ازمه ليه؟ يعني انا مش فاهم، احنا يا جماعه بناخد خطوه لقدام ولا خطوه لورا؟ ما نبص للناس اللي حوالينا، نبص للدول اللي حوالينا، السعوديه المباريات فيها ما شاء الله حاجه روعه بصراحه، ملعب ارضيته تحفه، الجماهير باعداد غفيره، الاستاد مملوء على اخره، يعني كل الجماهير موجوده بشكل جيد جدا، اجواء كلها رائعه لاداء مباريات كره القدم، اشمعنى احنا؟ بلاش السعوديه، عندك تونس، المغرب، كل الدول اللي حواليك ماشيين بشكل كويس، وانت اللي هتنظم بطوله الامم الافريقيه كمان شهر، مش عارف تنظم مباراه، مش عايز الجمهور يحضر مباراه؟ لا، شيء غير منطقي خالص يعني، ولازم يبقى في حل، وحل سريع. واعتقادي الشخصي، اعتقادي الشخصي ان هيكون في اجتماع من مجلس اداره النادي الاهلي وهينتج عنه قرارات، لان مجلس اداره النادي الاهلي متمسك بلعب المباراه بالجمهور بتاعه بالعدد المسموح به، فبالتالي هنشوف تداعيات هذا القرار هتكون ايه لو الامن فضل مصمم. البعض بيقول لك الاهلي بيقترح انه يؤجل المباراه اطلاقا، الاهلي ما تطرقش لهذه النقطه اصلا، مفيش اي نقاش حصل ما بين اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي بخصوص ان المباراه تتاجل لحد ما يحلوا القصه، لا، الاهلي عايز يلعب المباراه بكره بجمهوره. ده اللي عايزه النادي الاهلي، لكن حته المباراه تتاجل دي حاجه غير مقترحه اساسا بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي، وعايز يلعب المباراه في ميعادها، بس الاهم بحضور جمهور النادي الاهلي.